جزء مالي خاص بالانتاج. في حاجه او كده اسمها في المايكرو بيولوجيكال لاب، الامان المعملي، ازاي اشتغل بكل امان بدون ما اعمل انفكشن وانقل عدوى للناس اللي شغاله معايا في المعمل. مين اكتر ناس اكسبوزد، معرضين للهازارد للانفكشن؟ طبعا اللاب بيرسونال اللي شغالين في المعمل، الزوار، الفيزيتورز، والاكسترنال كوميونتي. لو انت الويست اللي عندك لوست بيها الكوميونتي ممكن تعمل انفكشن للناس اللي في الشارع كلهم. ازاي بقى تقدر تعمل افويد اللابوراتوري اكوايرد انفكشن؟ عن طريق حاجه بسيطه قوي اسمها كونتينمنت للاحتواء. ازاي تقدر تحتوي الانفكشن وتخلوش يعمل سبريد ينتشر؟ كلمه كونتينمنت معناها سيف ميثودز فور مانجينج، عن طريق تقدر تعمل كنترول للانفكشوس ماتيريال في المعمل. ايه الاليمنت بتاعتها؟ ايه مكونات الكونتينمنت؟ عندي ثلاث حاجات اساسيه: شغل سليم، جود لابوراتوري براكتس وتكنيك. الحاجه الثانيه سيفتي اكويبمنت، بسميها البرايمري باريرز، زي بيرسونال بروتكتيف ايتمز، حاجات بتتلبس تحمي، بيولوجيكال سيفتي كابينت، سيفتي سنترفيوج كابس. هاخد الاثنين دول كمان شويه. فاسيلتي ديزاين بسميها السكندري بارير، المباني اللي انت شغال فيها لازم تعمل سيباريشن لللابوراتوري ورك فروم بابليك اكسس، مش اي حد ماشي يدخل المعمل اللي انت شغال فيه. لازم يكون عندي سينكس، احواض للهاند ووشنج. لازم يكون عندي جهاز تعقيم اوتوكلاف. فايده الجهاز دوت ان الويست اللي عندي قبل ما ارميها في الريد باك في الكيس الاحمر لازم اعمل لها حاجه اسمها دي كونتامينيشن، اشيل الكونتامينيشن منها. يبقى اوتوكلاف عن طريق اعمل دي كونتامينيشن للويست. اخر حاجه عندي سيستم كويس للفنتيليشن للتهويه علشان ما اعملش انفكشن لاوتسايد ذا لاب. طيب واحده واحده بالراحه بقى، ايه الجود لاب براكتس اللي عندنا؟ الجود لاب براكتس بعملها ابلايد فروم ذا تايم اوف سبيسمن كولكتد، من اول ما اجمع العينه بتاعتي للسبيسمن كولكتد من مصدرها لحد ما تخلص منها، لحد الويست ديسكارد سيفتي، لحد ما تخلص منها بطريقه سيف. طيب ازاي بقى تجمع العينه عندنا؟ لازم في بارتيكولر اريا صمم ديزاين بارتيكولر اريا فور سبيسمن كولكشن، عندك مكان محدد تجمع فيه العينه. الحاجه الثانيه استخدم كونتينرز كابس كده، علب بلاستيك. الكونتينرز بتاعتي دي لازم تكون ليك بروف، ما تسربش وتكون ايه بلاستيك. مفروض ان الكاب بتاعي دوت ما يتلوثش الخارج بتاعه. نو ماتيريال شود كونتامينيت اوتسايد ذا كونتينر، يعني لو في عينه يورين مثلا او عينه ستول ما تعملش كونتامينيشن اوتسايد ذا مين للكونتينر. طيب انا هنقل الحاجه بتاعتي ترانسبورت للسبيسيمن، بجيب علبه زي اللي تحت دي كده، شنطه كده، واحط فيها العينات بتاعتي. يبقى فيتنج ا سكندري كونتينر، صمم سكندري كونتينر شود بي يوزد اند ريجولر دي كونتامينيتد. يبقى عشان انقل العينه بتاعتي ما امشيش بالكب ده في ايديا، بحطه في الكونتينر دوت، ولازم كل شويه اعمل له دي كونتامينيشن اطهره. لازم العينه بتاعتك اللي حطيتها جوه تحط ايه؟ واقفه ابرايت. يبقى السبيسيمين كونتينر شود ريمين ابرايت جوه الراك بتاعي. لو نلاحظ الكلام كله بس قراءه فقط، خلاص. الستاندرد لاب براكتس وتكنيك، لازم العلامه دي تكون موجوده على باب المعمل، دي بسميها الهازارد، بايو هازارد ايه؟ ساين. على فكره العلامه دي علامه الخطر، بتتحط كمان على الكيس الاحمر على الريد باك، تقول لك ان جواه حاجات نفايات خطره. يبقى ريستريكت اور ليميت الاكسس وين وركينج، ممنوع حد يدخل طالما في شغل في المعمل. ممنوع بروهيبت الايتينج درينكينج سموكينج، ممنوع لا اكل ولا شرب ولا تدخين. يبقى نو فود او درينك جوه المعمل. ممنوع بروهيبت ماوس باي بيت، كان زمان كده يجيب السحاحه دي ويشفط الفلويد بيها، ممنوع خالص ماوس باي بيت. لازم البنج اللي انت شغال عليه يحصل له دي كونتامينيشن للورك سيرفيس، الحوائط والارضيات والكلام ده كله، باستخدام صوديوم هايبوكلورايت اللي هو الكلور، تركيز نص الواحد في المية. لازم تفصل سيجريجيشن الانفكشوس ويست الحاجات الخطره من الجنرال،
تفصل دي عن دي، دي تتحط في الكيس الاحمر، دي في الكيس الاسود. لازم تتعامل كويس قوي مع اي حاجه شارب، سيف هاندلنج مع الشارب، سن ابره، مشرط، الكلام ده كله، ازاز، الحاجات دي كلها شارب، لازم ليها ايه طرق للتعامل معاها. هنخلي بالنا من الحته الصغيره اللي تحت دي، حاجه اسمها ريسك اسيسمنت. انا بقسم الحاجات اللي ممكن تعمل انفكشن لاربع مجموعات. في ريسك جروب 1، دي اللي موجوده في المعمل عادي، دي نوت كوز ديزيز، للناس الطبيعيه اللي زينا ان شاء الله، زي بكتيريا اسمها اي كولاي، دي مينيمال هازارد، مفيش مشكله منها، دي موجوده في المعمل بتعامل معاها عادي. في ريسك جروب 2 بسميها مودريت هازارد، بتنقل العدوى عن طريق الاكل انجكشن او عن طريق الحقن انجكشن، زي السالمونيلا دي عن طريق الاكل، هيباتايتس بي فيروس عن طريق الحقن. في جروب 3 سيريس هازارد، ممكن بوتنشال ليثال، ممكن تعمل مشاكل وتموت، بتتنقل عن طريق ايه؟ النفس، انهاليشن، زي التي بي المسبب للضرن، او كوكسيلا، الاثنين بكتيريا بيجوا عن طريق النفس. الناس دول ليهم ايه؟ ليهم فاكسين. في بقى المجموعه الاخيره دي لايف ثريتنينج، دي خطيره جدا وقاتله، بتتنقل عن طريق ايريسول، زي الفيروسول كده، حاجات كده تطير خالص، دي ملهاش فاكسين، زي فيروس اسمه ايبولا فيروس، دول خطير وقاتل. لازم نعرف السيفتي اكويبمنت اللي هي البرايمري باريرز، اللي هم البيرسون بروتكتيف اكويبمنت، بي اي، زي اللاب كوت، البلطو اللي بتلبس في المعمل لازم تقلعه اول ما تطلع من المعمل، الجلوفز، الفيس بروتكشن، النضاره، الجوجلز، الفيس شيلد، دي كلها اسمها ايه؟ بيرسون بروتكتيف اكويبمنت. طيب انا عندي دلوقتي، شايفين الجهاز دوت، بحط جواها الانابيب بتاعتي اللي عايز اعمل لها سنتريفيوجيشن، واغطيها فوق خالص اهو، في غطا عليها فوق خالص اهو. ليه؟ لما بعمل سنتريفيوجيشن ممكن انبوبه تتكسر فيطير منها الانفكشن اللي جواها ويعدي المعمل كله، فلازم استخدم سيفتي كاب متغطى فوق خالص كده، يعني بعد ما احط الانابيب اغطيها خالص. يبقى سيفتي سنتريفيوجيشن كاب دي عباره عن كلوزد كونتينرز بريفنت الاسكيب لكونتامينيتد ايريسول اثناء ايه؟ اثناء السنتريفيوجيشن. في عندنا سيفتي كابينت، كابينه بشتغل جواها. السيفتي كابينت ديت ليها زي فتحتين هنا كده، بدخل ايديا من جواهم واشتغل جوه، يبقى انا سيف بره، ما يحصليش ايه؟ انفكشن. دي عباره عن انكلوزد وفنتليتد، فيها جهاز تهويه جواها. بحط زي فلتر كده عشان الانفكشن اللي جوه ما يطلعش لبره، لازم فلترد بحاجه اسمها هيبا فلتر. يبقى الهيبا فلتر ده فلتر بيتحط جوه السيفتي كابينت علشان يمنع الانفكشن يطلع بره، اللي هو هاي افشنسي بارتيكولر اير فلترز. اتفقنا؟ طيب ندخل بقى على الكلام المهم شويه بقى، ستيرلايزيشن او التعقيم. كلمه ستيرلايزيشن معناها تموت كل حاجه، all microbes، ولازم تموت السبور، بعكس كلمه تانية اسمها ديس انفكشن. الديس انفكشن تقلل، ريديوس النمبر اوف باثوجينيك مايكرو اورجانيزم، تقللهم بس السبور نوت سبور، خلاص لليفل ايه؟ نوت هارمفول. يبقى في عندي كلمه ستيرلايزيشن اقضي على كل حاجه، لكن ديس انفكشن والله بقضي على كل حاجه تقريبا، بس ما اقدرش اتخلص من ايه؟ من السبورز. طيب نبص بقى على الاسترلايزيشن. استيرلايزيشن بعملها بطريقتين، في طريقه اسمها فيزيكال ميثودز، ودي اللي تهمني قوي في العملي، وفي طريقه تانية اسمها كيميكال ميثودز، يهمني مين؟ فيزيكال ميثودز. الفيزيكال ميثودز بعملها بطرق، يهمني اول طريقه فيها باستخدام الحراره، هيت، والحراره عندنا يا اما تكون دراي هيت يا اما تكون مويست هيت. كلمه دراي هيت يعني خد الحاجه ولع فيها على طول، مويست هيت بستخدم بخار الميه، وعلى فكره دي ليها هاي بنتريشن باور وتعتبر الاحسن المويست هيت. طيب ازاي الهيت اصلا بتعمل لي ستيرلايزيشن؟ لانها بتعمل دي ناتوريشن للسيلولر انزيمز بتاع مين؟ الاورجانيزم. ناخد واحده واحده بالراحه بقى. دراي هيت، بستخدم الدراي هيت بطريقه من ثلاثه، يا اما ريد هيت، عارفين لهب بنز بتاع زمان دوت، اللهب كده ده اسمه ايه؟ ريد هيت.
بجيب اللوب اللي في المعمل، لو انت بتزرع سلكة كده بسخنها عليه لحد ما تحمر، عشان كده بسميها ريد هيت. الريد هيت ديت بستخدمها لحاجة وحيدة فقط، هي بكتيريولوجيكال لوب، السلكة اللي بتزرع بيها الميكروب في المعمل. يبقى اللوب طريقة التعقيم الوحيدة بتاعتها هي ريد هيت، والريد هيت الاستخدام الوحيد ليها فور لوب. الحاجة التانية المحرقة انسينريشن لأي ويست برودكت، يعني الكيس الأحمر اللي طالع من المعمل ده فيه كونتامينيشن، ودي المحرقة انسينريشن. في مستشفى النساء تلاقي فيه محرقة هناك بيحط جواها كل الويست برودكت زي البلاسينتا، بتتولع فيها في المحرقة على طول. طيب تالت حاجة، حاجة اسمها هوت اير ستيرلايزر، وساعات يسموه هوت اير اوفن، ده زي فرن البوتاجاز بالظبط. ده مهم بقى في العملي. الهوت اير ستيرلايزر او اوفن ده بحط جواه ايه؟ اي حاجه ازاز، اي حاجه معدن، الباودرز، الاويل. يعني هات الاويلز كده، الزيوت والباودرز، وحطها في اي كونتينر كده واقفل عليهم وعقمهم جواه. طيب لازم تحفظ درجه الحراره بتاعته كام، يا اما 160 درجه لمده ساعتين او 180 درجه لمده ساعه. الحته دي مهمه قوي، درجه الحراره بتاعت الهوت اير ستيرلايزر. دول اكزامبل لايه؟ للدراي هيت. المويست هيت عندنا باستخدام بخار الميه، يا اما عند درجه حراره مويست هيت عند 100 درجه، يا اما مويست هيت عند فوق ال 100 درجه، يا اما مويست هيت عند اقل من 100 درجه. يبقى ال 100 درجه الغليان فوق ال 100، اقل منين؟ اقل من ال 100. واحده واحده بالراحه بقى. فوق ال 100 انت لو قعدت تغلي في الميه سنه، عمر ما الحراره هتزيد عن ال 100. علشان كده عشان اوصل لحراره فوق ال 100 لازم ارفع الضغط باستخدام جهاز يشبه حاله الضغط، اسمه الاوتوكلاف او ستيم ستيرلايزر. الحراره هنا كام فوق ال 100؟ بتبقى 121 درجه. امتى توصل لحراره 121 درجه؟ لو رفعت الضغط دبل اتموسفيريك بريشر. طب وقت التعقيم قد ايه؟ من ربع ساعه لتلت ساعه. طيب بعقم جواها ايه؟ الجهاز الاوتوكلاف ده، ده اهم جهاز في التعقيم. ايه اللي بحط جواه؟ كل الكالتشر ميديا ما عدا حاجات هاخدها ان شاء الله. يبقى تقريبا ايه؟ كل الكالتشر ميديا. الحاجه الثانيه دي كونتامينيشن، ساعات بيسموها الإعدام. يعني لو عندي كالشر ميديا في المعمل اشتغلت فيها، بدل ما هترمي الطبق ده على طول في الكيس الأحمر، لازم الأول تعمل له ديكونتامينيشن، تشيل البكتيريا الموجودة فيه. يبقى أول حاجة بعقم بيه الكالشر ميديا، وبعد ما أزرع الكالشر ميديا أعمل لها ديكونتامينيشن. ستيرلايزيشن للفارماكولوجيكال برودكت، الإزاز، الجلاس ويرز، المعدن، سيرجيكال دريسنج، دينتال كير، الحاجات دي كلها بحطها جوه الاوتوكلاف. طيب ازاي تختبر كفاءه الاوتوكلاف؟ ازاي تعمل له مونيتور؟ بختبر كفاءته بحاجه من ثلاثه، يا اما ميكانيكال، ده جهاز بص على المؤشر بتاع الوقت، بتاع الحراره، بتاع الضغط، ده اسمه ميكانيكال. اللي يهمني كيميكال، بحط انديكيتور مرشد كده، يا اما انترنال او اكسترنال انديكيتور، هشوفه دلوقتي. يبقى عندنا حاجه تانيه اسمها ايه؟ كيميكال مونيتور. في بيولوجيكال، يبقى ثلاث حاجات تاني، ميكانيكال، كيميكال، ايه؟ بيولوجيكال. واحده واحده بالراحه بقى. بيولوجيكال يعني ايه؟ قلنا كلمه استيرلايزيشن تموت السبور، فروح جايب سبور بتاع بكتيريا جامده قوي اسمها جيو باسيلس ستيروسيرموفيلس، اللي هي بتموت عند درجه حراره كام؟ عند 121 درجه. تاني الجهاز ده حرارته كام؟ 121 درجة. يبقى لو الجهاز جاب الحرارة ديت هيقدر يقضي على السبور دي. لو قضى عليها معناها الجهاز بتاعي شغال. فبعمل ايه؟ بجيب السبور واحطها جواه. بعد ما اشغل الاوتوكلاف اجيب السبور دي وازرعها عند درجة حرارة 55 درجة. طيب لو حصل كلر تشينج، يعني السبور دي حصل لها جروس، معناها ان الجهاز بتاعي ما بيعقمش كويس. تاني في عندي حاجة اسمها بيولوجيكال انديكيتور، بجيب سبورز بتاع أقوى بكتيريا اسمه جيو باسيلس اسمها كده، وأحطها جوه الأوتوكلاف. بعد ما يخلص الدورة بتاعته أزرع السبور دي. لو حصل لها جروس، يعني لونت الميديا
معناها ان حصل لها جروس، معناها ان الجهاز بتاعي مش شغال. يبقى كام طريقه للمونيتور؟ ثلاث طرق عندنا: ميكانيكال، كيميكال، وبيولوجيكال. طب عندي درجه حراره 100 اللي هو الغليان 100 درجه بويلنج لمده ربع ساعه، دي بسميها ديس انفكشن، ما بتموتش السبور. اتفقنا؟ في سبور بتتحمل 120 درجه، دي 100 درجه ما تقدرش تقضي على السبور، بسميها ديس انفكشن. طب انا عايز اخلي عند 100 درجه دي التعقيم، بجيب جهاز اسمه الكوخ. الجهاز اللي اسمه الكوخ ده كده بالمنظر ده كده، ادي جهاز اهوت وفيه زي رف كده بحط عليه الميديا بتاعتي كده. طيب والميه اللي تحت دي ايه؟ الميه اللي تحت بتغلي بتاعته. ايه اللي بعمله؟ الكوخ ده اللي هو عند 100 درجه لمده ربع ساعه بيعمل الاتي، بيعمل ديس انفكشن. طب انا عايز اخليه تعقيم، استيرلايزيشن، فبعمل ايه بقى؟ بالجهاز دوت اروح جايب الميديا زي السكر والجيلاتين واللبن والليتمس ميلك، يبقى عندي ثلاثة ميديا. الثلاثة ميديا دول لو اتحط جوه الاوتوكلاف 121 درجة يبوظ الميديا دي. فبجيب الثلاثة ميديا اللي هم عبارة عن سكر او جيلاتين او ليتمس ميلك، احطهم جوه الجهاز ده. احطهم وقت قد ايه؟ احطهم تلت ساعة عند 100 درجة. ده في اليوم الاول رقم واحد. ايه اللي يحصل؟ لو في بكتيريا موجودة في اللبن، ايه اللي يجرى لها؟ عند 100 درجة تموت. لكن هل السبور تموت؟ لا. فبعمل ايه؟ يبقى اول يوم انا حطيت اللبن بتاعي جوه الجهاز ده. وقت قد ايه؟ تلت ساعة عند 100 درجة. ايه اللي محصول او ايه اللي حصل؟ ان البكتيريا هتموت، لكن السبور هتموت؟ لا، مش هتموت. فبعمل اروح واخد اللبن ده واحطه جوه الحضانة بتاعتي عند 37 درجة. لو في سبور دلوقتي، سبور لقت حرارة 37 درجة وفي لبن قدامها، ايه اللي جرى لها؟ تتحول لفيجيتيتيف. راح واخدها وحطها جوه الجهاز تاني، يبقى السبور ماتت. ده اليوم التاني. طب اليوم التالت نفس الكلام بيحصل، يبقى على ثلاث مرات السبور هتتحول لفيجيتيتيف، يعني بكتيريا عادية اقدر اقضي عليها. وسمي الطريقة دي اسمها تن ديلايزيشن او انترميتنت او فراكشنال استيرلايزيشن. يبقى تاني، عند 100 درجة الغلاية، عند 100 درجة الكوخ. ففي طريقة كمان اسمها تندلايزيشن، هي برضه نفس الكوخ، انترميتنت او فراكشنال استيرلايزيشن. عند حرارة كام؟ 100 درجة لمدة ايه؟ تلت ساعة. كام يوم؟ 3 successive days. بينهم ازرع عند كام درجة؟ عند 37 درجة، تتحول السبور الموجودة لفيجيتيتيف بكتيريا زي ما احنا عارفين، اقدر اقضي عليها. ايه اللي بيتحط جوه الجهاز دوت؟ سكر، جيلاتين، ليتمس ميلك، بيتعقموا جوه الكوخ بطريقة اسمها تندلايزيشن. يبقى لما قلت لك الاوتوكلاف بيعقم كل الكالتشر ميديا ما عدا التلاتة دول اللي هم ايه؟ سكر، جيلاتين، ولبن. اقل من 100 درجه دي بسترت لبن باسترايزيشن. البستره دي ما بتموتش السبور، دي كل الباثوجينيك بكتيريا زي التي بي، زي البروسيلا، زي الاستيريا، زي السالمونيلا. بعمل ازاي البستره اللبن؟ الطرق بتاعها ازود درجه الحراره وبعد كده ايه؟ اقللها بسرعه. دي بستخدمها لمين؟ ديس انفكشن للالبان كلها، لللبن ومين والعصائر كلها. الباسترايزيشن دي مش استيرلايزيشن، ما بتقدرش تموت السبور، دي بتموت الباثوجينيك بكتيريا بس. احنا خدنا الفيزيكال ميثودز، خدنا اول حاجه فيها مين؟ الحراره. الحاجه الثانيه حاجه اسمها راديشن، دي عباره عن شورت ويفز، يا اما يو في ار الالترا فايلوت ريز للسيرفيس، للحوائط، لاوض العمليات. لكن المستخدم عندنا حاجه اسمها الجاما ريز. جاما ريز لاي حاجه سيرمولابايل، لاي حاجه ما تتحملش الحراره، هيت لابايل زي السرنجات، الاساطر، الحاجات البلاستيك كلها. في عندنا حاجه اسمها فلتريشن، الترشيح للفلويد والاير، ولسه قايلين من شويه الاير بحاجه اسمها هيبا فلتر.
برضو من الطرق اللي بحافظ بيها حاجة اسمها reduce available water، حاجة اسمها lyophilization، لما اشيل المية عن طريق جهاز الفاكيوم عند درجة حرارة ايه قليلة، reduce available water. دي من الطرق اللي بقدر احافظ فيها على البكتيريا واقضي على البكتيريا، اقدر اقضي بيها على البكتيريا. low temperature storage، حطها في التلاجة، دي برضو بتوقف نمو البكتيريا. زود الضغط، زود الاسموتيك بريشر، حط ملح وحط سكر، دي لو عايز ايه توقف نمو البكتيريا. اهم الثلاث طرق اللي خدناهم في الاول حرارة راديشن فلتريشن. نبص على الرسمة اللي تحت دي بقى المهمة عندنا. انا لو عندي الات بعقمها، بحط جوه الالات بتاعتي الورقة دي، دي ورقة اسمها internal chemical indicator. الالات دي بغلفها بغلاف كده واحط عليها ورقة من بره بالمنظر ده واسميها external chemical indicator. يبقى جوه هنا من جوه الالات بحط internal، من بره بحط ايه external. دي الانترنال. الانترنال فايدتها ايه؟ تقول لك حصل بنتريشن للحراره جوه ولا لا. اكسترنال تقول لك ان السيرفيس دوت اكسبوز، حصل اكسبوجر للحراره ولا لا. تاني الورقه دي بسميها اكسترنال انديكيتور. لما احط الالات بتاعتي جوه جهاز التعقيم ايه اللي بيجرى لها؟ يحصل تغيرات على السيرفيس بتاعها. خلاص؟ التغير اللي حصل والكتابات اللي حصلت دي معناها ان حصل لها ايه؟ اتعرضت للحرارة. نفس الكلام ده اسمه انترنال. الانترنال ده بحطه جوه وبعد التعقيم ابص عليه الاقي حصل عليه شوية شخبطة كده، معناه حصل ايه؟ استيرلايزيشن. يبقى دي معناها حصل بنتريشن للحرارة، اخترقت ودخلت جوه، دي حصل اكسبوجر، اتعرضت للحرارة. الاموبتين دول هما البيولوجيكال انديكيتور اللي فيهم سبور بزرعها، وبعد ما ازرعها ابص عليها حصلت تشينج في الكلر ولا ما حصلش. دي معناها بايولوجيكال ايه انديكيتور. ايه الارتكلز اللي علينا بقى نبص عليهم بسرعه كده؟ الارتكلز يا اما السلكه دي بسميها بكتيرولوجيكال لوب، دي فايدتها بعمل انوكيليشن، ازرع بيها السبيسمن في الكالتشر ميديا، بزرع بيها في الطبق بتاعي. بعقمها ازاي؟ زي ما احنا قلنا من شويه ريد هيت اللي هي عباره عن دراي هيت. الحاجه الثانيه سرنجه بلاستيك سيرنج، نركز فيها قوي دي مهمه. بلاستيك ديسبوزابل سيرنج برميها فين؟ في سيفتي بوكس، باخد بيها عينه بلاد، تيك بلاد او اسبيريشن لبص. تتعقم بايه؟ نحفظ الكلمتين دول، يا اما بالجاما ريز لسه قايلها، او طريقه اسمها كولد ميثود زي ايثايلين اوكسيد جاز او بيروكسيد جاز بلازما، مهمه قوي الكلام ده لايه؟ لاي حاجه بلاستيك. تتعقم بمين؟ بجاما ريز او كولد ميثود. في شويه حاجات مهمه، نوت بنت ما تتنيش ولا تكسر السن بتاعها. لما تيجي تغطي السرنجه ريكابنج بايد واحده بسميها سكوب تكنيك، مهمه جدا. في عندنا الطبق ده اللي بزرع فيه يا اما بيكون بلاستيك او ازاز، ده عباره عن كونتينر لكالتشر ميديا. لو كان بلاستيك بيتعقم بايه؟ زي اللي فوق بالظبط، اي حاجه بلاستيك. طب لو كان ازاز، اي حاجه ازاز بحاجه اسمها هوت اير ستيرلايزر او الاوتوكلاف. تيست تيوب انبوبه كده مفيهاش مشكله، دي بحط فيها التفاعلات الكيميائيه البايوكيميكال رياكشن. بتتعقم بايه؟ زي الازاز، اي حاجه ازاز بايه؟ هوت اير ستيرلايزر او اوتوكلاف. طيب لو اتكسرت منك تجمعها بميكانيكال براش مقشه كده وحطها في السيفتي بوكس. ده شكل مين؟ ده شكل السيفتي بوكس. بحط جوه اي حاجه شارب، ازاز مكسور، سرنجات، مشارط. يتملي قد ايه؟ تلات ارباعه. يتروح فين؟ المحرقه. يبقى بتسال سؤال، ده اسمه سيفتي بوكس، بعد ما اتملى توديه فين المحرقه؟ لازم يكون بانكشر ريزيستنت، مش يحط الشارب جواه ويفتحه يكسره يطلع منه. كيس الاسود في الحاجات النون انفكشوس، ثلاث ارباعه يروح فين؟ المحرقه. لازم يكون ديورابل، ما يتخرمش، وليك بروف ما يسربش الفلويد. الريد باك اللي عليه علامه الخطر البايو هازارد سيمبل ديت، لاي حاجه انفكشوس زي كالشر، يورين، ستول، يتملي ثلاث ارباع يروح المحرقه. لازم يكون ديورابل كويس كده وماده كويسه، ليك بروف ما يسربش، نوت ميكس
مع الجنرالست، ما تحطش ده مع ده. خلاص. في عندنا حاجة اسمها بيرسون بروتكتيف اكويبمنت، الجوجلز، النظارة. النظارة دي تمنع سبلاشز اوف بلاد ان يجي على العين، الدم ما يوصلش العين. في عندنا الفيس شيلد اللي بتحط على الوش ده كده، حاجة بتغطي الوش كله، يبقى ده يمنع السبلاشز على العين، ده يمنع السبلاشز الدم او اي سكريشن يجي على الوش على الفيس. الناس دول لازم يكونوا امبيرميبل، ما يسربوش، يستخدم مره تانية بعد ما تنضفه، ريوز ذا افتر كليننج، لازم تقلعه ريموفد قبل ما تطلع منين من المعمل تقلعه. في عندنا ماسك، الماسك ده في نوعين عندنا، المنظر دوت بسميه الهاي افشنسي ماسك، اكزامبل ال N95 او ال FFP2. ده فايدته ايه؟ يمنع الاير بورن انفكشن، الحاجات اللي طايره في الهواء زي التي بي اللي هو التيبركلوزس والميزلز، الحاجات اللي اقل من 5 مايكرون. ده اللي احنا بنشوفه بتلبس في العمليات، بسميه ستاندرد سيرجيكال ماسك، يمنع السبلاشز، دي اهم كلمه، ده منع الاير بورن، لكن ده بيمنع الدروبلت انفكشن، الرذاذ. عشان كده في العمليات انت قاعد في وش العيان وفي وش زميلك، بيمنع دروبلت، الرذاذ. الحاجات الاكبر من 5 مايكرون زي المامبس اللي هو التهاب الغده النكفيه، انفلونزا. نخلي بالنا الماسكات دي سنجل يوز، تستخدم مره واحده بس، تترمي فين؟ في الكيس الاحمر، امبيرمبل، ما تسربش. طبعا وانا لابسها بتكلم عادي، السؤال ده كذا مره، اقدر اتكلم عادي، ريموفد قبل ما تطلع منين من المعمل. عندي بعد كده الجلافز، الجلافز علينا ثلاث انواع، الجلافز اللي فيه ورقه حواليه دوت بسميه سيرجيكال لاتكس جلافز، سترايل لاتكس جلافز، بستخدمهم في الجراحات، ووند دريسنج، بركب قسطره سنترال فينس كاستر، بركب قسطره يورينري. على فكره تركيب القسطره بيعتبروه زي العمليه بالظبط. بدي انترافينس لاين لعيان اميونو كومبرومايز، عنده نقص في المناعه او نيونيت. لما باجي اخلط الادويه مع بعض كده في النيرسنج روم، بتظبط الادويه قبل ما تديها للاطفال او الكبار، يبقى ميكسنج انترافينس فلويد، البس استرايل جلافز. في عندنا جلافز تاني كده، علبه باخد منها الجلافزات كده، بسميه نايس استرايل او كلين، ده لو بدي لحد انترافينس لاين واحد عادي خالص. بنضف سكشن للريسبيراتوري سكريشن، او بعمل هاند سويلد ويز بلاد او يورين او فيسز، التعامل مع الحاجات دي كلها. نركز في الكلام في الجنب ده، الجلافز نوت ريبليس الهاند ووش، اهم حاجه عندنا الهاند ووش. الحاجه الثانيه يترمي فين ويستخدم مره واحده؟ يترمي في الريد باك، نو سنابنج، يعني وانت لابسه كده ما تقعدش تشد فيه وتنطور الدنيا. بتقلعه بطريقه اسمها كلين تو كلين وديرتي تو ديرتي. تغيره امتى؟ بين العيانين، بتوين بيشنت. خلاص؟ طب على نفس العيان بتوين بروسيدرز، كشفت على عينيه، كشفت على بقه، تغيره. لو اتقطع افتورن، لازم تغسل الايد بعد الريموفال. في عندنا بقى حاجه اسمها هيفي ديوتي جلافز، ده فور كليننج ويست ديسبوزال، الناس اللي بتنظف تلبسه ده بتاع المطبخ ده. ده يستخدم مره ثانيه، ريوزد افتر كليننج، يترمي لو اتقطع. في عندي حاجه اسمها الستينز، شويه صبغات. في عندي سيمبل ستين، من اسمها سيمبل ستين، دي ستين البكتيريا في خطوه واحده بس، عن طريق اشوف المورفولوجي، شكل البكتيريا وترتيب البكتيريا، زي حاجه اسمها ميسيلين بلو او ميثايل فايلوت او كاربول فوكسين. اهم صبغه عندنا ديفرنشال ستين اللي هي الجرام ستين. الجرام ستين دي قصتها الاتي، ليه بسميها ديفرنشال؟ الخطوه الاولى دي عندنا بكتيريا اهيت كلرلس، ملهاش لون، بحط عليها الصبغه بتاعتي، اول صبغه بحطها اسمها ميثايل فايلوت، دي البرايمر ستين عندنا. ميثايل فايلوت لونها ايه؟ لونها بنفسجي، لونها فايلوت. فاللي بيحصل ان البكتيريا دي والبكتيريا دي لما حطيت عليهم الكريستال فايلوت خدوا لون فايلوت. بحط رقم 2
حاجه اسمها ايودين موردنت، بيعمل فيكسيشن يثبت الصبغه، يبقى حط عليها ايودين. الايودين ده يديك برضو لون ايه؟ ثبت الصبغه لونها فايلوت زي ما هي. الخطوه الثالثه بحط حاجه اسمها ايسايل الكحول، تركيز كام؟ 95%. فايدته يعمل ديكولرايزيشن، يشيل اللون. بمعنى لو كان اللون ماسك كويس قوي، ماسك كويس، يفضل لونها ايه؟ فايلوت زي ما هي. طب لو اللون مش ماسك في السيل وول كويس، يحصل له ديكولرايزيشن. يبقى تاني لما احط الايسايل الكحول لو بيعمل ديكولرايزيشن على حسب، لو انت فاكر الجرام بوزيتيف بكتيريا كان عندها سيك سيل وولز تخين قوي، فالصبغه لما تدخل جواه ما تسيبوش تاني. بعكس مجموعه تانيه عندها سن سيل وول، لما الصبغه تدخل جواها سهل قوي انها تطلع منها عن طريق الكحول. بالخطوه الثالثه بحط ايسايل الكحول يعمل ديكولرايزيشن، يبقى دي بقى شكلها كلرليس، دي شكلها فايلوت زي ما هي. اخر خطوه احط حاجه اسمها كاربول فوكسين دايليوتد، لونه احمر. لما احط هنا دي تاخد اللون الاحمر، اللون بينك. القاعده بتقول لك البكتيريا ما تاخدش اتنين لون، دي لونها فايلوت تفضل فايلوت زي ما هي، واسمي دي جرام بوزيتيف واسمي دي جرام نيجاتيف. يبقى البوزيتيف لونها فايلوت والنيجاتيف لونها ايه؟ لونها بينك. ادي الكاونتر ستين او الستين المعاكس لونه ايه؟ دايليوتد كاربون فوكسين لونه بينك. يبقى عندنا الجرام ستين عباره عن اربع خطوات، كل خطوه تاخد لها دقيقه واغسل زين ووشنج، ما عدا خطوه الكحول بتاخد فيو سكند واغسل بسرعه. كم سبب عندنا؟ رقم واحد ميثايل فايلوت، دي البرايمر ستين. اثنين ايودين فايدته موردنت او فيكسيشن. ثلاثة ايسايل الكحول، ايسايل مش ميثايل، ايسايل تركيز 95% يعمل ديكولرايزيشن. دايليوتد كاربول فوكسين ده عباره عن كاونتر ستين، ستين معاكس. في عندي المجموعه الاخيره سبيشال ستين، تعمل ستين لسبيشال كاركتر زي حاجه اسمها زيل نيلسون ستين بتاعه التي بي، حاجه اسمها فونتانا بتاعه سبايرو كيت، في عندي سبور ستين، في لاجيلر ستين، ده كله انواع ستين. الميكروسكوبات اللي علينا، في عندنا اوردينري لايت مايكروسكوب، في عندي دارك فيلد، في عندي فلوريسنت، عندي الكترون مايكروسكوب. لازم تعرف مصدر الاضاءه عندنا. في الاوردينري لايت مايكروسكوب ارتفيشال لايت، حط لندا قدامه. في الدارك فيلد ارتفيشال لايت، وساعات يقول لك عليه ممكن استخدم الداي لايت، نور الشمس ينور لك عادي. الفلوريسنت بستخدم يو في الترا فايلوت، في الالكترون بستخدم الكترون بيمز. استخداماته يا اما فيلم مسبوغ ستين اشوف بيه مورفولوجي باستخدام عدسه اسمها اويل لانس، او انستيند بشوف البكتيريا اقدر اشوف الحركه بتاعتها الموتيليتي. الدارك فيلد، الدارك فيلد ده عكس اللايت، الدارك فيلد ده بيكون الباك جراوند عندي مظلم خالص واشوف البكتيريا منوره جواه. بستخدمه لديليكت اورجانيزم، الاورجانيزمات الرفيعه جدا الانستيند مش مسبوغه، اللي ما اقدرش رفيعه كانت بي سين بمين؟ باللايت مايكروسكوب زي السبايروكيت. هشوف ايه؟ برايت اورجانيزم، حاجه منوره اجينست دارك باك جراوند، خلفيه دارك. الفلوريسنت باستخدام فلوريسنت داي اصبغ بيها واشوف. الكترون مايكروسكوب بالالكترون بيمز بشوف الديتيلد ستراكشرز بتاعت البكتيريا والفيروس. نخلي بالنا بقى من اللايت مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب ده فيه عدسه فوق اسمها الاي بيس، نازل منها ثلاث عدسات. الثلاث عدسات دول اسمهم اللو باور والهاي باور والاويل لينس. مين يهمني؟ الاويل. لازم تعرف ان الاي بيس اللي فوق بتكبر، او الاوكلر لينس بتكبر الحاجه 10 مرات، يبقى دي بتكبر الحاجه 10 مرات. طيب لو انت استخدمت اللو باور، اللو باور بتكبر كمان 10، يبقى 10 في 10 ب 100 مره. يبقى اللو باور بتكبر 10 والاوكلر 10، يبقى التكبير قد ايه؟ 100.
الهاي باور بتكبر 40 في 10 ب 400، يهمني الاويل لينس، الاويل بتكبر الاوبجكت 100 مره، 100 في 10 1000 مره. يبقى لو استخدمت الاويل لينس دي الحاجه تكبر عندك كام مره؟ 1000 مره. الاويل لينس دي لو بصيت عليها من تحت كده بتلاقيها اصغر فتحه، ناروست ايه اوبننج. ليه بسميها اويل لينس؟ لاني بستخدم زيت اسمه سيدر اويل. السيدر اويل ده ليه نفس ريفراكتوري اندكس زي الازاز بالظبط، عشان يمنع ايه؟ تسرب مين؟ الريز، بريفنت ديسبيرشن اوف لايت ريز. نخلي بالنا، بتيجي سؤال في الحته دي، بستخدم انهي زيت؟ سيدر اويل. ليه؟ لنفس معامل انكسار الازاز، سيم ريفراكتوري اندكس لايت جلاس. الحته دي مهمه. الصور دي عندنا كده، ده الدارك فيلد مايكروسكوب خلفيه غامقه والاورجانيزم باين قدامك ايه؟ منور قدامها. ده الفلورست مايكروسكوب حاجات فلورسنت كده ايه؟ منوره قدامك. دوت شكل اللايت مايكروسكوب، ادي الاوكولار لينس اتفقنا بتكبر كم مره؟ بتكبر 10 مرات. عندي ثلاث عدسات، عندي الاويل، عندي الهاي، وعندي مين؟ اللو باور. دي حاجة اسمها الكورس ادجستمنت، دي حاجة اسمها الفاين ادجستمنت، ده حاجة اسمها الدايفرام. مفروض الدايفرام ده بتكون فتحه على الاخر خالص علشان ايه؟ يمرر لك كل الريز، تقدر تشوف ايه الحاجة منورة قدامك. خلاص؟ نقرأ الكلام ده، نسمعه مرتين، يكفيني قوي قوي قوي. يلا بالتوفيق ان شاء الله.